هو جيد ولا بأس فيه، هو كويس للبقر الحلو وحتى للتسمين منيح، لكن في بعض الملاحظات عليه انه الشعير الموجود فيه ما عم يندرج مزبوط، فلذلك بتضل حب القسم الاكبر من حبة الشعير غير ما مكسورة يعني، فلذلك ما بيستفاد منها المشترات. مثلا افترضنا بقر وعجول، هي مع لذلك احنا بنطالب انه يدرشوه يحطوا فيها، ونسبة ممكن تكون نسبة الدرة الصفراء اقل شوي، لازم تكون كمان اكثر شوي. هالشغلتين اثنين هدول، لانه في صار في شيء منافس لهم بالسوق. عندي بطاقة افرادية، ماني تابع لاي جمعية، عم بستلم مخصصات دورية كل 3-4 شهور. هي بصراحة ما أنا كافية زيادة، لأنه بدها أكثر من هيك، ولكن بالنسبة للجودة عم بتضاهي أحيانا القطاع الخاص، عم بتكون فيها بعض المشاكل، هي أنه نسبة المواد العلفية غير مجروشة جيدة، ولكن بالنسبة لنوع البضاعة نوعية جيدة ممتازة. الكذبة هلا بيقول لك 6000 ليرة، ومن طمن علف والله بدنا اجباري عنك بك تعلفي انت، وانا الدبات يعني افينك بشوفين ميتة من جوع قدامك، هاي بهيمة والله، هذا الانسي هذا اللي يصير فينا. ايه انا عندي 5 رؤوس ابقار، وما ما عم كله عم يشتري نفختي الخاصة، يعني ما عم يعطونا مقننة ابقار، علف بقري ما عم يعطونا. إذا جانا علف شركة علف الدولي بيكون أفضل لنا، أول شيء من الرحم بالسعر، ثاني شيء يعني شيء مضمون وواحد بياخذ على ثقة يعني.